أشهد. عمر مالك؟ لحظة، اشبه، اصبر يا عمي، اصبر. من بتشوف مالك؟ ليش بيسحبها هكذا؟ اصبر اصبر. من الله يسحب من؟ الله، حول ولا قوة. من بتشوف مالك؟ الطقم جاهز، حب صرف يدي جنبنا. ها ما مداري ليش بيقول والله. هو لهم اصلا بي العملة حق التواعش، قالوا هذا معه 10 مليون من حق التواعش، الطبعة حق ايش؟ من حق اي في مارب التواعش، ما قال لي على هذا الحمل. طيب وش هي بلد واحدة ولا قد احنا بلد واحدة. ليش بس حق لك؟ عيب عيب، عاد اخوك انا، اخوك انا نسفته، وابن عمك ومدري من قلت لي، عيب. ولو ما حد ينسى اخوه، ابن عمه، رجعوا وعده ورجعوا عمله ورجعوا ده وعادهم، كانوا عندنا اخوه وكان عندنا اخي وكان عندي ابن عمي وعايشين وضع واحد، ادري ما هو السبب اول، لا كنت احكم شاكر. عيب استعان انا سقع من هذه، والله عيب. هم قالوا العمله ما يستخدموش الجديده، وكل واحد يلتزمها. ما يصلحش. وبعدين ايش الفايده اللي حتى خلص المشرف امس ايش حاسب؟ حاسب نزلت جديده ولا لا؟ يوم جديد ويوم يعني يوم ويوم ما ممنوعة يوم يوم شعر حمى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ناش دخلنا فيهم احنا؟ ضروري احشينا في موضوع ما لك علاقة. أهلا 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 يا عم علي، أهلا وسهلا يا حي، كيف الحال؟ كيف حالك؟ تفضل ديري صبوح قدنا على تفضل لحم بطني. هيا يا حي، رحب هذا ما بيقول على اتصل لك. ليش تصل لي مال؟ ها؟ ما شي بدي اتصل، حسبتك لا أغرياء. الله المستعان. أيوة. لك انا انت انا الله يحفظك. انا بدي اقول لك اتصل لك، والله قلت نشان البيت صاحب مصرف هذه جنبنا، تجول ودبس الفعل العمل بضل سحبوا لها فوق الطقم، والله سحبوا لي انا كلهم. ايوه بعدين بين اقول له هذا، قال لك علشان العمله الجديده ايه سحبوهم، لا بقى واحد. وانا حابك بخير، قلت ابلغك من سب، لا تعمل احتياطك يعني تغلق ولا شيء، ولا لا شيء، معك عمله جديده تخبيها. معي عمله جديده موجود، خبيها. ليش اخبيها؟ لا عادي شو شنوها؟ هقول لك المساكين اللي جنبي، لكن انا ما اقدر يفعلوا شيء. يعني ايش؟ يعني معي ضهر. وهذا بطن كله ولا كيف؟ هؤلاء مساكين ما قدروا يفكروا بالطريقه اللي فكرت بها انا. كيف مثلا؟ قول يا عزيزي، فارقت واحد مشرف، دخلت معي هكذا بدون اي شراكه، غير يدخل علشان لا يكونش مكروني مجد حربي، حق المولد، حق السعله، عيد الشجره، هؤلاء كلهن ذا الحين الحمد لله ما عاد بش. يا عم علي قلت لك عايز جولك ما يفعل لك المشرف. كيف عايز جو المشرف؟ هو منهم وفيهم دحين، ما يعني دحين ما عاد عدي بددي ولا حق مولد ولا حق شيء ولا شيء، فعلت حل. والله انه حل، يا لو فعلوا صرفنا كذا بلك حرام انك عملت حل. الله حل ما حل، رجع على دمار راسي، حل لو جعني. كيف وجعك؟ ايش قصتك؟ قصتي سلمنا حق الشجرة، حق المولد، حق المجهود، سلمتنا هؤلاء كل الحمد لله خلاص، وهذا المطلوب، حق القمل، حق السراسر، حق الدبان، هذا أهم شيء لك، سلمت هذا وسلمت حساب. خرجت من جهة ثانية ودبل. كيف يعني؟ يعني المشرف اللي معي ما شاء الله ما يشبعش، يعني شل كل اللي موجود، ما عاد شل منظمة، ما عاد غير عامل. الله الله، يعني ده الحين ما عاد بش حق هؤلاء، وبيشلهم عرض، وقد بيشل منظمة، يعني هكذا عيني عينك يشل حقك وانت بدي بسر. خليني ادي لك، خليني ادي لك، حرام ما في حاجه، انا عطي انا ولا تتو. لا 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 عم بناجي. لحظه هناك ذاك الحين واحد من الزباين، يعني تجيها انا وتجلس وخرى وتدخلنا في مواضيع، يا عم انت دخلنا في ستيل يا عم. انا صاحبي، انا صاحبي ولا صاحبك ولا بعد صاحب، انت ما انا ما صاحبي، من صاحبي يعني
يا اخي لا جلسنا دقيقه نتكلم مالك هكذا لا تكلمنا دقيقه حلقات اطرق حل خلاص 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 صبح صبح يا اخي ما عاد اشتي صبح وقد تحطوا نسي وهذا عاد جاي ليش بنتكلم الله المستعان واحد ما الا صاحب الله شكى علي ولا الله المستعان انت انا والله انت لك معك الناس احترام وتقدير والله خير خير خلي لي لك ابو حماد لك الله يحفظك سلم حرام اني قد سديت نفسي انا يا اخي مشنت قلبت علي المواجع وذكرتني بهذا عكي والدي لكن انا وري ما ادفع لي يا عم علي ما شفعل قربت انا حاسس اني قربت نهايته وانت عاد بسر وكل ريال شلوه عيرده دبل ومن داخل عيونه مشاش اللي حكي ينصر دينك امانه خاطرك ينصر دينك زاد الرجال من امثالك حيا راسك يا حول امانه ما تعزل يا مالك يا عم نادي ما فعزل يا الحين من هو من ودي قبي على فوق الزبون ما دخلك انا بيش الزبون مرتاح اهم شيء عندي راح هذا الزبون انا الحين فاتح كافي شو كافي ولا لا فاتح الحين صحيفه ستابريج ثوري مدري مؤسسه اخباريه ايش دخلني انا من الناس انا الحين شوي قرح ونا جاو يا عم لا تدخلني من الناس انت حتكهدني وتفعلي ألف مشكله لا لا ما قال الله خير ان شاء الله ما قال الله خير قولي لا لا معك موضوع ما حتى لكم يا أباشركم أنا ما وغير هذا قلت أنا أفعل خير فيه يا أخي وأنا أفعل خير فيني أحاول ولا قلت لهم بالله سمع راح ألب بغير أكل بغير شيء ها عم ناجي هذا الشهر المرتب أشتيه من العنسي الزلط هذا الكبيرة ما بشديد ما معك إلا من العريضة لأنه قد شفت مشاكله وبعدين كيف لو ما دريت انه ولا على 16 المليون ونص وهم عم حملها في اليوم ده يعني ايش دخلك دريت كيف ما دريت سمعت خبر علي الزباين دالحين يحاسبوه من الجديد ولا من القديم ها الزباين مالهم يكون يحاسبوه جديد ولا قديم إذا هو جديد يبتدي من الجديد قصدي حاسبه من القديم قال لك من الجديد من القديم أنت تاور تجي تاور مشاكل لنا وذي ما بش معي إلا جديد للحين أنت جيت تطلب الله خلص خلص أنا ما أريد أحبس مغار قليب حاسبون تفضل تفضل يا أحمد تفضل أهلا وسهلا يا مرحبا تفضل مرحبا والله الأماكن هذه يا صفون قوة والله أنك ذوق يا ولد أيوه كيف أنت يا عامر والله تماما تماما لكن أنك بحبك ما شاء الله مالك يا استاذ حياك الله كيف حالك اول مره يجي هنا ما قد يعرف شيء واحد مركز والله اني مركز عليك من اول ما دخلت اثنين كابتشينو اثنين كابتشينو وانت ايش مركز وانت كابتشينو مركز مالك منه انا اشتي كابتشينو واحد ولا اثنين واحد جيبوا لي اثنين يلا حاضر نايم اسكافي قال اشتي كابتشينو ايش كابتشينو يلا كبه لك اقولها لي ما شاء الله رياضي أيوة الحمد لله والله أنتم مرتاحين الحمد لله الله يصلح الوضع إن شاء الله أنتم الأمل الأمل هذا لا 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 مالك يا صفوان مالك من يا أخي عمر الريال هذا لا ينبت راجع قوي والله قدنا الضابح لي ما عليك إلا هوز إن شاء الله اليوم إن شاء الله إن شاء الله أول يوم معكم مباراة ولا شيء أيوة معكم مباراة هذا الأيام إذن في أمل إن شاء الله الله ما ببصر وعمر الزباين مراعي زباينك علشان الكبشتينو أخرنا الكبشتينو يا عام كبشتينو ما نشتري ليش الريال هذا الأيام بفعلها كذا أهلا وسهلا السلام السلام يا معمر أحمد هذا من عندكم من الحارة ما شاء الله ما فيش الحارة حلقكم حلاقين إلا موجودين بس الرياضيين وكذا هذا ابناء عصير اهلا وسهلا انا عسير دالحين ادي لك يلا الله يحفظك كلنا بتلاحظ شرير هذا اليوم بيتراجع يا اخي انا ضابح والله كلنا والله كلنا ضابحين لكن ان شاء الله ان الله ينصره الله ينصره امين الله يسمع منا لله امين يا رب والله اكيد اكيد والله والله يا اخي مدري ما له هذا الفتره بالذات الاخيره بيتراجع وانا يا اخي قدنا ضابح هاي خارج الله بايعين الله لا تهم ما بيتراجع يعرفوا فوز اليوم اليوم مستعجل انت يلا يخرجونا هذا الشهر الشهر انت سنة اهم شيء عندنا انه الريال ما يترجعش ايوه الصدق الريال يعني انا اضبح على الاقل يستقر يا اخي
والله بس ان شاء الله بس الشدرة ليش بدراجع هذا الفترة وكانوا عمل الكارثة الكبيرة هذا اللي دخلنا من هو الكارثة ايوه ايوه وبعدين انا اقول لك ليش بدراجع عمل الكارثة هذا الكبير اللي دخلنا هذا ايوه الحوثي هذا اقسم بالله انه من يوم ما جاء والريال في تراجع في تراجع من عمل الحوثي من يوم جاء واحنا منزل مدرينا نعيوصل كلامي صح ولا لا ايوه ايوه وبعدين يا خيل انا بقول لك كلامي صح ولا لا كلموا من الريال جابر صفوان ايوه وبعدين وانت خليني اسمع اغنية ريال مدريد اغنية ايش ريال مدريد لحظة اقول لك ذا الحين ما بش فايدة الحوثي ظلم ما بش لا وارد للخزينة صح ولا وسحب الاحتياطي صح صعب كل شيء والمشكلة الكبيرة انتو دارين اي شيء الذي بتخلي الريال يتراجع ايوه بصورة الريال يتراجع هذا الفترة على الشدرة ليش اقول لك لانه اصحاب رأس المال وكبار التجار والمستثمرين عطفوا من البلاد من كثر التهديدات والنهب يوميا هات حق سيدي هات حق ايدي حق هات حق جدتهم هات حق تعبوا ضنكوا ما انا جزي لا حولهم فعطوهم من البلاد هذا السبب انا غير قلت اقول لكم بس افعل خير عامر لحظة مالك انت والزباين الناس في وادي وانت في وادي خليهم يجابروا بيناتهم البيت لحظة يا عامر ايوه لا فهمهم وطلب مني هو ده طلب مني تفضل وما دخل الحوثي في الريال كيف ما دخلوه سبب في انهيار الريال ايوه كمل هو السبب والله انه هو السبب احنا لو عرفنا وعرف الشعب بكل من هو السبب في انهيار الريال انه الحوثي ايوه السبب ايوه بدا بسر العمله الجديده طحصه اقول لك يا اخي ضبح الناس ضبحوا ضنكوا خلى العمله الجديده لما دخلت للصرافه ودخلت للبنوك وامتلت البنوك قام صادرها قال لك ممنوعه ليش؟ عشان يجمع لابوه ابوه صح ايوه وهذا هو سبب تراجع الريال بس يا عامر احنا بنتحاكى على ريال مدريد الكوره دوري بيتراجع عليه ريال مدريد النقاط حق بتتراجع بينهزموا وانت حسك عند الريال الله يهديك يا عامر يعني اذا الحين انتم بتتكلموا على ريال مدريد مش هو على ريال اليوم لا وانا فارح من اول قلت الحمد لله قد في شباب بيهتموا باقتصادنا قد في شباب بيهموا وضع اليمن قد في شباب بيهتموا بشان اليمن وبشان الشعب وانتم بتتكلموا عن ريال مدريد مش عن ريال اليمن ايوه الكوره الله ينصرك يا ريال اليمني الله ينصرك يا ريال مدريد الله ينصرك يا ريال اليمني الله ينصرك يا شعب اليمن ان شاء الله حقنا ذي معنى وذي لنا هو مرتاح في هنا والمسكين في عنا سارق محترف قوي كم يا نهب يوميا الحوثي في اليمن على القلب والرية لطش العملة الجديد فئة الألف والمية دمر عملة البلد وانهى البر والغلال ما في البنك من رصيد شله نصب واحتيال لابو برمي الحصة والباقي لابو ولد صادر الفلوس ووفى شعبنا غمو والزندل ذي مغل مكان هذا الاعتيار موسيقى
خذها واصطرف بها واحرم بشقيبها نص بتر خفيف يدخل بمكنا عضل والمسكين ما فهم بالشل ونصبها هذه شلة الغلط شلة من شلط شلط لا مبدأ ولا قيم بيموتوا على الظلط هذه شلة الغلط شلة من شلط شلط لا مبدأ ولا قيم بيموتوا على الظلام عددي على شو كافي يتمتع وشاهد بشو كافي مواضيعا مفيدة تفيدك واغتنم من هالفوايد يوميا لنا حلقة جديدة عدوك يا يماني شخص واحد سلالي بوضجي خانة سعيدة نهب من مخزنك صابر ووارد وخذ حقك وضافه لرصيدة أناني عصري تافه وحاقد عدائي للهوية والعقيدة وبالقرآن والإسلام جاحد ودم الغدر يجري في وريده وفي كافي يقول لك هو جاهد فيه بيضاء ولا في الحديدة كفاية ظلم حمل الشعب زايد قد احرمته